سامي الصانع 2، فهد الهاجري 5، فهد الرشيدي 13، حسين الشمري 20، كابتن الفريق حميد ميدو السوري. في هذه البطولة مع نادي الاتحاد يمكن كل جماهير نادي الاتحاد تتمنى لو أن المباريات تقام في قلب حلب. وهذه كرة، وهذه خطيرة، وهذه خطيرة وقد تؤدي للهدف. الخطورة لازالت قائمة. الكرة العالية يقطع الدفاع، الكرة العالية رفعها عبد الله للبوس الرياضي الشريف. طبعا هناك فريقين أيضا من الأردن، الوحدات والجزيرة. اللاعب رقم 9 اللي هو طبعا فيصل زايد. يا ساتر، إن شاء الله سليمة، إن شاء الله سليمة. يعني سقط بطريقة قد تفزع. نعم، حكما خط أو مساعدان وحكم رابع فقط. نظام التحكيم القديم. هذه كرة عالية ويتصدى ويبعدها قلب الدفاع اللي هو شاهر على ما يبدو. كرة طويلة ملعوبة مقطوعة بالرأس، ترتد كرة على الطائر، كرة على الطائر، محاولة جيدة. اتسعت قاعدة الجماهيرية وهذه محاولة من جهة اليسار عرضية ويخطف فيها المدافع الكلاسي ويتابعها من جديد حميد ميدو. يلعبها حميد ميدو، ترتد. النتيجة تتحول الكرة، محاولة عن طريق طلال التراروة وكرة بينية يلعبها أمام إلى فيصل. فيصل تحت الضغط، فيصل يهيئها والكويت يركز بهذه الهجمة عن طريق البريكي، والبريكي يرفعها من اليمين. ليست هي الكرة المطلوبة. لسه لازلنا ننتظر الأداء اللي يعني يؤدي إلى خطورة ومن كلا الطرفين. هنا طبعا حاول هو على ما يبدو عبد الله البريكي مرات كرة من بعيد. هذه كرة أمامية، ما فيش تسلل فيها، مش معقول. لا 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 لا، هذه أول فرصة، هذه أول فرصة حقيقية ولكنها لعبة ضعيفة من المدافع المتقدم فهد الهاجري. فهد مش متسلل. برافو برافو حميد ميدو، لعب كرة للاعب زميله مش متسلل، واجه حارس المرمى فهد الهاجري. ترتد على جهة اليمين وهذه كرة عالية مقطوعة من الدفاع داخل منطقة الجزاء. يحاول فريق الاتحاد وكرة على الطائر. الله، روعة 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 بالفعل. كرة طبعا كرة باكوير جميلة مقصية من حسام الدين عمر. شوف حسام، برافو انه فكر انه يلعبها باكوير بهذه الطريقة. وبرافو حارس المرمى حميد القلاف اللي التقط الكرة بطريقة ايضا فيها نوع من يعني اكروباتية. نلعب في الدقيقة 42 وكرة عالية تشكل خطورة وحارس المرمى مش معقول. كرة داخل منطقة الستة وتباطؤ في ابعاد الكرة، لكن تخيلوا كان في ثلاث لاعبين مع حارس المرمى باللون الاحمر، ما فيش ولا لاعب باللون الابيض. شوف كلهم حول الكرة وحارس المرمى مهند الخيري تدخل في الوقت المناسب. كان لابد ان يتدخل بعد ان كانت كرة مؤيدة. هجمة بمناولة طويلة، ممكن مناولة طويلة تؤدي لأنه فريق الاتحاد كان متقدم. هنشوف إنذار، هنشوف أول إنذار في المباراة. إنذار مستحق، نعم، لأن أحمد الكلاسي عمل فاول طبعا حتى يمنع مدافع نادي الكويت من التقدم. إذن ها هي الكرة والفاول المستحق والصافرة التي كرة عالية وبالقائم وترتد والفرصة. مش معقول، مش معقول هذه الكرة، مش معقول هذه الفرصة الخطيرة. معقولة الله أكبر. انتهي الشوط الأول، ينتهي بكرة غير عادية. المدافع كاد أن يسجل بمرماه. ها هي بالفعل المدافع رقم 4 الكلاسي وترتد. إلى حميد، أمامية إلى فيصل، إلى حميد يتقدم ويسدد حميد بقدمه اليسرى. ليست بهذه القوة من اللاعب السوري على المرمى السوري. كرة طبعا من حميد ميدو بين يدي مهند الخيري. محمد الغباش، الغباش يرسل كرة طويلة. هذه محاولة من جهة اليسار وتسديدة. السلام، ما أجمل هذه التسديدة، روعة. كأس آسيا فاز بدورات الخليج مرات عديدة وهذه تسديدة حسام الدين أن يحقق النتيجة المطلوبة. هذه محاولة اختراق أمامية خطيرة وحارس المرمى. حتى الحراسة هذا اليوم ممتازة عند كلا الطرفين، مهند الخيري وحميد القلاف.
كلاهما يؤدي مباراة كبيرة هنا، لا وجود لتسلل. نعم صحيح، فهد الهاجري دخل ولكن حارس المرمى سبقه وسيطر على الكرة على مارتن. دقيقة، يعيد الكرة بالخلف وكرة خطيرة بالرأس لو استغلت، أخذها على صدره ويحاول، والعرضية والخطيرة أرادها على البعيدة فيصل، أرادها على البعيدة فيصل زايد الحربي. فرصة يعني برضو يعني وجهة نظر، لا مش فيصل، مش فيصل، فيصل كان بانتظارها، فيصل كان بانتظارها. مين هو اللي هو اللاعب على ما يبدو؟ يعقوب الطراروة، يعقوب، يا يعقوب، هو مسدد ولا لاعبها في البعيدة؟ هو قال لك ممكن يعني محمد عبد الله لم يبدل، هل ممكن يستفيد من خبرة اللاعب المغربي عصام العودة؟ وهذه تسديدة من بعيد تصدى لها حارس المرمى مهند الخيري من الحارس حميد القلاف. هاي كرة لبريكي في متناول حارس مباشرة، كلاسي وبقية رفاقه بالفعل مغطين تماما، لكن ماذا عن هذه الكرة؟ هذه الكرة اللي المفروض تكون شكل أفضل، لكن تسلل على فهد الهجري. فرصة كبيرة أيضا تضيع. فهد الهجري طبعا 27 سنة ومن العناصر القديمة أيضا، ولاعب في منتخب الكويت، منتخب الكويت الذي يريد أن يعود أيضا إلى سابق عهده. خلاص كان هو المنتخب العربي الكبير الذي غاب عن بطولة آسيا الأخيرة، البطولة التي شهدت تتويجا عربيا من خلال منتخب العناب، ويصعد واحد منهم ليقابل بطل غرب آسيا على لقب كأس الاتحاد الآسيوي. هذا النظام الذي بدأ من 2017 لازال معمولا به. كرة طويلة في الأمام، هذه خطيرة خطيرة، وتركوا الدفاع مر، تركوا الدفاع مر لحميد ميدو. هذا لا شاهين الخميس رقم 22 شاهين، شوف المدافع كيف تركه، خطأ كبير كبير جدا من المدافع السوري. هو المشكلة لو احتك معه لم يشأ أن يعني يلمسه، لأنه كان ممكن تؤدي إلى ركلة جزاء. اللاعب شاهين بعد أن كان بين فرق النصف النهائي لبطولة 2015، وهذه كرة رأسية، كرة رأسية يجرب حظه فيها من؟ حميد ميدو هذه المرة، اللاعب السوري. محمد الدعاس، محمد الدعاس، الله 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 على كرة هائلة، يا على تسديدة، يا هو حسام على ما يبدو. مين اللي سدد؟ مين اللي، لا مش حسام، مش 99، مين اللي سدد هذه الكرة؟ هو 14 عمر مشهداني. ما هذا المشهد يا مشهداني، ما هذا المشهد وما هذه التسديدة الرائعة لأندية غرب آسيا 12 في المجموعة الثانية، وكرة عالية حارس المرمى، الله، لكن صافرة وخطأ. منطقة الستة، منطقة حارس المرمى، فايزولين، لا إشارة من المساعد، تسلل، ما فيش فاول، في تسلل على نادي الكويت. نعم ها هي توضح، والتسلل بالفعل كان موجودا على فهد الرشيدي. فهد الهاجري الأهلي في الوطن العربي، وهذه كرة عرضية تمر، فيها خطورة وتذهب إلى خارج الملعب، وفهد الهاجري يذهب بأنظاره إلى حكم المباراة يطالب بخطأ داخل منطقة الستة. فهد تحول إلى مهاجم الآن، فهد كان يلعب على الطرف الآن تحول إلى مهاجم، يلعب هو طبعا ويعقوب وفيصل، على أمل أن يزيد ذلك طبعا من الضغط على لاعبي الاتحاد في هذا الوقت. هذه كرة داخل، يلعبها كرة عالية، وحارس المرمى الموفق مهند الخيري، وفي النهاية
صافرة النهاية تعلن وتنطلق من حكم المباراة تيمور فايزولين. إذا تعادل سلبي في مستهل مباريات الكويت الكويتي والاتحاد السوري، الفريقان اللذان أحرزا لقب هذه البطولة من قبل، 3 مرات للكويت ومرة للاتحاد، تعادلا في مستهل مبارياتهما هنا في المجموعة الثانية على استاد نادي الكويت الكويتي.